الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة. وصلنا بعون الله وحمده إلى الفقرة 83 بعنوان يعقوب صنوع. يعقوب صنوع مؤلف مسرحي وصحفي مصري، تلقى تعليمه في مصر ثم في إيطاليا، عرف كثيرا من اللغات الأوروبية، نشر مقالات في الصحف الوطنية، نعت طبعا مش مضاف إليه، نعت مجرور وعلامة جره الكسرة، وعني بتأليف المسرحيات، ألف 36 تمثيلية. طبعا ده تمييز منصوب بالفتحة، لأن الكلمات التي تقع بعد الأعداد من 11 ل 99 بتبقى اسمها تمييز، أو أي كلمة تقع بعد العدد عموما بتبقى تمييز. طب اللي بعد العدد من 11 ل 99 بيبقى له بيبقى تمييز منصوب. وكان أول طبعا هنا خبر كان منصوب علامة نصبه الفتحة، لأن اسم كان مستتر تقديره هو. طبعا أول من كتب المسرحيات يبقى مفعول به منصوب بالكسرة، انتبهوا لأنه جمع مؤنث سالم. استخرج ممنوع من الصرف واذكر سبب المنع، ممكن يعقوب لأنه علم أعجمي، أو إيطاليا أيضا علم أعجمي. اسم فاعل وبين فعله مؤلف، بس ياريت لما نذكر الفعل نحط الشد على اللام علشان يطلع الفعل غير ثلاثي، يعني نقول ألف ونحط الشدة لو سمحتوا، عشان بتفرق كتير حكاية ان اللي طالع من اسم الفاعل ايه، رباعي ولا ثلاثي. يعني مسلم الفعل منها ايه، أسلم مش سلمة، لكن سالم الفعل منها ايه، سلمة. أرجو أن كنتوا تخلوا بالكم من الحكاية دي عشان نسلم من الخطأ إن شاء الله رب العالمين. مصدر لفعل رباعي وبين فعله، ها تعليمه صح كده، تعليم على وزن تفعيل، الفعل منها علم، برضو نحط الشدة لأن المفروض أنه طالما مصدر لفعل رباعي ما تكتب ليش علم، لازم تحط الشدة. تمييزا وبين علامة أعراب، احنا لسه كنا عاملينه حتى تمثيلية اهو، تمييز منصوب علامة نصبه الفتحة. ألف يعقوب 36 مسرحية، بيقول لي حول الأرقام ديت لحروف. ايه حكاية بقى الأعداد دي؟ تعالوا نشوف الشكل اللي جاي ده، أحاول فيه كده أفهمكم. تأنيس وتذكير العدد، واحد واثنين بتطابق، يعني رجل واحد وامرأتان اثنتان، إنما رقم 3-9 يخالف. بص، ثلاثة رجال ثلاث نساء، كلمة 3 مؤنث مع رجال المذكر، وكلمة 3 مذكر مع كلمة نساء المؤنث، يعني خلفت ايه ده من كام لثلاثة لتسعة، يعني 9 كتب. خلي بالك بجيب المفرد، 9 كتب، كتب مفردها كتاب، يبقى نأنس 9، طالما كتب مذكرة 9 تبقى مؤنثة. طب 8، ها ثماني قصص، ثماني قصص، ليه؟ عشان 8 هتبقى مذكر لان قصص مؤنث، يبقى من 3-9 تخالف، بينما 1 و2 تطابق. اما العشرة تطابق مركبة زي اللي فوق، يعني تخالف مفردة زي اللي تحت، يعني العشرة دي مرة تطابق ومرة تخالف. يبقى احفظهم ازاي؟ في حاجات بتطابق على طول، في حاجات بتخالف على طول، في حاجات ساعات تطابق وساعات تخالف. طب العشرة تطابق مركبة، يعني ايه مركبة؟ يعني من 11-19، ما العشرة تتركب معايا غير كده، 11-12-13-19، شوف كده متطابقة اهي في التذكير والتأنيث. يعني 11 كوكبا، كلمة كوكب مذكر، بص العشرة مذكر وكلمة أحد مذكر لأنها تبع اللي فوق دول، يبقى إذا أحد، يعني كلمة 11 ديت ها جزئين، الجزء الاول يطابق لانه تبع من 1-2، والجزء الثاني بيطابق لان احنا قلنا لسه اهو العشرة لما بتكون مركبه بتطابق. لذلك بص 11 فتاة، بص ايه اللي حصل، برضو كلمه فتاه خلت احدى عشان هنا تطابق، ما احدى دي مؤنث احد، طب وعشرة جت مؤنثه عشان تمشي مع كلمه فتاه لانه هي مركبه بتطابق، ركز. لكن لما تيجي لوحدها تخالف، حاجه غريبه شويه، قرات 10 قصص، بص كلمه قصه مفردها قص، كلمه قصص مفردها قصه، يبقى دي مؤنثه. بص 10 هنا جت مذكره من غير تاء التانيث، ليه يا استاذ؟ ما هو اصلها جايه لوحدها، ما جتش مع احد عشر،
ما جاتش مع 12، ما جاتش مع 13. بص اللي جاي دي بقى، اشتريت 10 كتب. ها، كتب مذكر جات هي مؤنث. يبقى اذا في حاجات بتطابق وفي حاجات بتخالف وفي حاجات ينفع الاثنين. تعالوا بقى نشوف 36 دي. 36 فيها جزء يخالف، صح؟ ما هو لسه قايلين ان الستة من واحد من 3 لـ9، الستة رقم من حصور ما بين 3 لـ9، ولسه قايلين دلوقتي ان 3 لـ9 ايه اللي بيحصل لها؟ بتخالف. يبقى الستة ايه اللي يحصل لها هنا؟ هتخالف. طب تمثيلية نقول ست، ها؟ ست، ما نقول ستة، ما نقولش ستة، علشان ستة هنا نشيل تاء التأنيث طبعا، هتبقى مذكرة لان التمثيلية مؤنثة. طب 30 دي بقى هتتأثر؟ لا طبعا، التلاتين يا جماعة ألفاظ العقود ملهاش دعوة خالص بالتذكير والتأنيث، عشان كده حتى أنا ما ذكرتهمش. يعني بص أنا هنا، بص هنا أنا قلت 1 و2 10 3 9، ما جبتش سيرة 20 ولا 30 ولا 40 لغاية 90، ما جبتش سيرة 100، ما جبتش سيرة 1,000,000 ولا 1,000,000,000 ولا 1,000,000,000 ولا الكلام ده. ليه؟ كل هذه الألفاظ ألفاظ لا تتأثر بالتذكير والتأنيث، عشان كده أنت هتكتب عادي جدا تقول 6. طب بس اقول 30 ولا 30، دي مهمه قوي بقى. بص بقى، الف، ها، يبقى دي مفعول به، يبقى العدد بيعرف حسب موقف الجمله عادي. يبقى 6 دي بقى ايه؟ منصوبه، لان الف هو 6، الرقم اقسمه على 2 كده، 6 مفعول به منصوب بالفتحه. طب 30 معطوف على 6، يبقى منصوب، يبقى اقول 30، عشان ال 30 و 40 دي اسمها ملحق بجمع المذكر السالم، يعني ياخد نفس اعراب جمع المذكر السالم. يعني لو اترفعت تقول 30، ولو اتنصبت او اتجرت تقول ايه؟ 30. انتبهوا لكتابه الارقام عشان ممكن تيجي اخر السنه طبعا. ده بيقول كم من فضائل وكم من فضائل الخير. الممنوع من الصرف اذا جه خالي من الاضافه وقال يجرب الفتحه، من فضائل اسم مجرور على مجرور الفتحه، لكن لو جه وراه مضاف اليه او عرف بقال يجرب الكسره، يبقى اقول له فضائل الاولى مجرور بالفتحه، فضائل الثانيه مجرور بالكسره. في اي ماده تكشف اقول لي سبب الضبط، اقول له الاولى خلت من الوى الاضافه، الثانيه اضيفت. بيقول لي في اي ماده تكشف بقى عن مقالات، مقالات طبعا جايه من الفعل قال يقول، يبقى اكشف عن مقالات في قولا، باب القاف فصل الواو ثم اللام. ابنائي الطلاب، وصلنا بحمد الله الى نهايه اجابه الفقره 83. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.